موجز اقتصادي جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد تراجعه في ختام تعاملات الأمس بمحلات الصاغة في مصر، وذلك بنحو 7 جنيهات، فيما سجل عيار الـ 24 نحو 882 جنيه للجرام، وسجل عيار الـ 21 769 جنيه للجرام، وذلك في تعاملات اليوم الجمعة. أما عن عيار 18 سجل 659 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 6192 جنيه. كما أن هناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، وهي عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا أيضا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار. فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر. وإلى أسعار العملات، حيث استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وذلك اليوم الجمعة في البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في سوق الصرف المصرية، حيث سجل الدولار أعلى سعر للشراء عند مستوى 15 جنيه و 67 قرشا، وذلك في مصرف أبوظبي الإسلامي، في الوقت الذي قدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار عند 15 جنيه و 69 قرشا. واستقر سعر شراء اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي المصري، وذلك بنحو 18 جنيه و35 قرشا، وجاء سعر البيع عند 18 جنيه و50 قرشا. وأخيرا استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وذلك لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. إلى هنا انتهت تغطيتنا الاقتصادية، إلى أن نلقاكم مجددا في تغطية جديدة على موقع صدى البلد.